بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو سوف نتكلم عن خبر مفرح جدا لكثير من التلاميذ، خاصة الناجحين في بكالوريا 2022، واللي هو حول تخفيض معدلات القبول في المدارس العليا. هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ هذا الخبر صحيح بنسبة 60%. لماذا؟ لأنه هذا السنة قد تضاعف الطلب على المدارس العليا مقارنة بالسنوات الماضية، ففي هذه الحالة سوف تزيد عدد المقاعد المطلوبة في المدارس العليا، وكذلك سوف تكون هنالك تسهيلات أكثر للتلاميذ للحصول على مقاعد في المدارس العليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلاميذ الذين لا يتم قبول طلبهم في المرة الأولى أو في الاختيارات الأولى، فيمكنهم كذلك أن يعيدوا نفس الاختيار الذي اختاروه في المرة الأولى، ويمكن جدا أن يتم قبولهم في المرة الثانية، يعني ما تفقدوش الأمل. فهذا الخبر كما قلت هو 60% صحيح، ولكن مازال الخبر الرسمي راه عاد ما بانش. إذا بانت أي معلومة عن هذا الموضوع سوف أخبركم بها بإذن الله. شكرا لكم وربي ينجحكم، والسلام عليكم.